لو انت فكرت مثلا تستشير واحد صديق ليك او حد تاجر ذهب او بيفهم في الذهب وقلت له انا عايز استثمر في الذهب للزمن او لاولادي، هيقولك على طول اشتري سبائك وهي السبائك بس. طيب ليه الاستثمار في السبائك هو افضل استثمار؟ ازاي كمان نقدر من خلاله نحقق اعلى عائد؟ وهل انا لو عايز استثمر في السبائك في اوزان معينه المفروض ان انا اشتريها علشان تكون مصنعيتها او عمولتها اقل، فبالتالي اقدر في النهايه لما اجي اروح ابيعها احقق اعلى ربح واعلى عائد من خلالها؟ وايه هي الاوزان دي؟ هنعرف مع بعض ده في الحلقه، وكمان ايه الفرق بين السبائك اللي هي بتاعت الشركات والسبائك البلدي، كمان اضمن ازاي ان انا لما اشتري سبيكه وبعد سنه او 2 أو 10 اروح ابيعها سواء في ارتفاع الذهب او في اي وقت التاجر يرضى يشتريها مني وما يقوليش في وقتها انا مش معايا سيوله او حتى هشتريها بسعر اقل من السعر العالمي. كل الاسئله دي هنعرفها مع بعض في الحلقه دي. بنفكركم في البدايه لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات، وكمان تقدروا تشتركوا في قناه التليجرام اللي موجوده في وصف الفيديو علشان تتابعوا كل اخبار الذهب واسعاره وكمان اهم التحليلات المتعلقه بيه. انا مينا بشرى وتعالى اقول لك الفايده. currency.com هي أول منصة تداول قانونية تماماً ومنظمة بالكامل في أوروبا الشرقية، والمنصة بتسمح بالمعاملات باستخدام الرموز المميزة. من خلال currency.com تقدر تقوم بعمليات شراء وبيع، كمان تقدر تختار ما بين أكثر من 2000 رمز زي مثلاً جوجل، أبل، تسلا، وكمان العديد من الأسهم المتاحة غيرها على المنصة. تقدر في البداية تتداول من خلال حساب تجريبي اللي هتلاقي عليه كل الوظائف الموجودة على الحساب الحقيقي. هسيب لكم رابط الموقع في وصف الفيديو، تقدر تسجل وتحصل على $50 مكافأة ترحيبية. في البداية كده ليه السبائك هي أفضل استثمار؟ أول حاجة أنت بتشتري ذهب خالص، يعني ذهب مش مخلوط بأي حاجة تانية خالص، بتشتري ذهب عيار 24 وده عيار صافي ونقي تماما، على عكس مثلا المشغولات الذهبية اللي بيتم إضافة ليها بعض المواد للعيار وكمان بيكون عيار 21. تاني سبب، السبائك هي أقل نوع من الذهب عليه مصنعية أو عمولة، على عكس مثلا المشغولات وكمان العملات الذهبية، فالسبائك هي أقل نوع في الذهب عليه نسبة عمولة. أهم ميزة بقى في السبائك إن أنت بتسترد جزء من المصنعية اللي أنت دفعتها لما وقت ما انت اشتريت السبيكه، الى جانب كمان ان انت بتسترد كامل مبلغ الدمغه اللي انت دفعته في البدايه، وده هنشرحه مع بعض بالتفصيل خلال الحلقه. تعالوا مع بعض بقى في البدايه نعرف ايه الفرق بين السبائك الشركات والسبائك البلدي. في مصر، في السعوديه، في الامارات، في الكويت، في اي دوله بيكون في عدد كبير من الشركات، الشركات دي بتكون مشهوره وليها سمعه وليها سبائك مميزه، كل الشركات دي بتنتج سبائك باللوجو بتاعها او بالعلامه بتاعتها، السبائك دي بتكون مميزه مضمونة 100% وكمان مدموغة، يعني انت بتضمن قانونية الموضوع من حيث العيار، الوزن، كل حاجة، فبتكون امان 100%. العيب الوحيد في السبائك دي ان العمولة بتاعتها بتكون مرتفعة نسبيا، لكن هنشرح مع بعض في خلال الحلقة ازاي نقدر نحصل على ارخص سعر للمصنعية لما نشتري سبيكة من الشركات. اما بقى السبائك البلدي فدي اي صايغ يقدر يعملها، اي صائغ عنده ذهب قديم او ذهب كسر بياخده ويوديه لواحد اسمه الششنجي. بمعنى مبسط الششنجي ده حاجه كده زي معمل بيقيس الذهب وبيوزنه وبيعرف العيار بتاعه وايه الذهب الخالص اللي فيه وايه الشوائب بيشيلها منه، يعني زي معمل تحليلي للذهب. بياخد الذهب ده وبعد ما يظبطه ويصهره وفي الاخر بيطلعه في شكل سبيكة. السبيكة دي بيكون عليها حاجتين، اول حاجه العيار بتاع الذهب اللي اتعمل، وتاني حاجة اسم الششنجي أو اسم المعمل اللي قام بعملية صهر الذهب وتحويله لسبيكة. طبعا السبيكة البلدي بيكون شكلها مش مميز خالص زي سبائك الشركات، بيكون شكلها إلى حد ما مش منمق أو مش متظبط خالص، شكلها مش شيك من الآخر على عكس سبائك الشركات. تاني حاجة مش بتكون عيار 24 خالص، لأن ده عيارات زي ما اتكلمنا من الذهب الكسر أو الذهب المستعمل اللي غالبا بشكل كبير بيكون عيار 18 أو عيار 21، فبالتالي الشكل ده العيب اللي فيها. تاني حاجة انت مش بتشتري ذهب من عيار 24، ممكن يبقى 18 يبقى 21 ايا من كان نوع العيار. تاني حاجة السبائك البلدي عادة بتبدأ من 50 جرام واعلى من كده، اقل من 50 جرام صعب شوية ان انت تلاقيها، لكن ميزة السبائك البلدي ان المصنعية او العمولة عليها قليلة جدا، تقريبا بتوصل ما بين 10-20% من العمولة اللي انت بتدفعها على سبائك الشركات. لكن لو انت عايز تستثمر في السبائك البلدي، اهم حاجة
ان انت تشتري من صائغ مضمون وثقه وانت عارفه تماما. تاني حاجه يكون معاك فاتوره اصليه فيها كل البيانات المتعلقه بالسبيكه. تالت حاجه واهم حاجه لازم تعملها بعد ما تشتري السبيكه البلدي ان انت بتاخدها وبتطلع بيها على مصلحه الدمغه والموازين اللي موجوده في بلدك. لو انا بقى عايز اشتري سبيكه للاستثمار، ايه افضل وزن اشتريه وكمان اقدر احصل على ارخص مصنعيه ازاي؟ طبعا السبائك في معظم الدول العربيه بتبدا من 5 جرام، وبعض الدول زي في مصر ممكن تلاقي بدايتها من 1 جرام، ومعاك بعد كده اوزان بتوصل ل 40 و 50 لحد نص كيلو وكيلو ذهب. طبعا لو انت معاك مبلغ مالي صغير فبالتاكيد انت مرتبط بوزن محدد، الواحد جرام، 5 جرام، 10 جرام بالكتير قوي، ده لو المبلغ اللي معاك مبلغ قليل. طب لو انا معايا مبلغ كبير، ايه افضل وزن اشتريه وليه؟ انت لما بتشتري سبيكه بتدفع الى جانب سعر الذهب الرسمي حاجتين، اول حاجه هي سعر المصنعيه او العموله، تاني حاجه هي سعر الدمغه. وكل ما وزن السبيكه بيزيد كل ما سعر الاثنين دول المصنعيه والدمغه بيقلوا، وطبعا دول سعرهم بيختلفوا نسبيا من شركه للتانيه. نضرب مثال، مثلا لو انت في مصر هتشتري سبيكه 10 جرام، اللي جانب سعر الذهب الرسمي هتدفع مصنعيه على الجرام الواحد 40 جنيه، وهتدفع دمغه على الجرام الواحد 9 جنيه، وعند اعاده البيع بتسترد قيمه الدمغه كامله الى جانب تقريبا 30% من المصنعيه اللي انت دفعتها في السبيكه ال 10 جرام. لكن بقى لو علينا شويه وهنشتري سبيكه مثلا وزنها من 20 جرام لحد وزن الانصه اللي هي 31.1 جرام، في وقتها انت هتدفع على الجرام الواحد مصنعيه 35 جنيه ودمغه 9 جنيه، وعند عمليه اعاده البيع هتسترد 35% من سعر المصنعيه الى جانب سعر الدمغه كامله، فبالتالي سعر المصنعيه قل شويه ونسبه الاسترداد زادت. طيب لو انا بقى هروح اشتري بعد كده سبيكه وزنها من 50 جرام لحد 100 جرام، هدفع مصنعيه على الجرام الواحد 35 جنيه، لكن هدفع دمغه جنيه ونص فقط، فبالتالي مع زيادة سعر المصنعية سعر الدمغة قل خالص من 9 جنيه لحد جنيه ونص في الجرام الواحد. وطبعا زي ما احنا عارفين ان انت عادة البيع هتسترد قيمة الدمغة كاملة، ونسبة الاسترداد هي هي 35% من قيمة المصنعية اللي انت دفعتها في البداية. طيب اخيرا بقى لو انا مثلا المبلغ بتاعي اكبر وعايز اشتري سبيكة حوالي وزنها 200 جرام او اكتر من كده براحتك، معاك لحد كيلو كمان، هدفع كام على المصنعيه وعلى الدمغه؟ مصنعيه الجرام الواحد هتكون 22 جنيه مش 35 جنيه زي السبائك اللي احنا لسه النوع اللي قبلها، كمان هتدفع دمغه 50 جنيه فقط على القطعه كلها ايا ما كانت بقى وزنها 200 300 نص كيلو، هي التكلفه كلها بالنسبه للدمغه 50 جنيه. وقت اعاده البيع الاسترداد هتكون نسبته 55% من المصنعيه اللي انت اشتريت بيها، فبالتالي الوزن لما زاد وصل ل 200 جرام انت اشتريت بسعر مصنعيه اقل ونسبه الاسترداد وصلت ل 55% وبالتاكيد مع نسبه دمغه قليله جدا. طيب انا بقى لو عايز اشتري فعليا ازاي احصل على افضل نسبه استرداد واقل سعر مصنعيه؟ دي اقدر ابحث عنها او اعملها ازاي؟ زي ما اتكلمنا ان في كل دوله في عدد كبير من الشركات المشهوره اللي بتبيع سبائك الذهب المغلفه. اول حاجه انا هختار شركه او اتنين او تلاته اللي هم المشهورين وسمعتهم كويسه في الدوله بتاعتك. كل الشركات دي ليها صفحات على السوشيال ميديا سواء على تويتر على الفيسبوك او على انستغرام. في مصر تقريبا كلهم عندهم صفحات على الفيسبوك، وانا كنت بتواصل معاهم لما كنت بسال على تفاصيل وعايز اشتري. اول حاجه انت هتتواصل معاهم هتسالهم على سعر الوزن اللي انت عايز تشتريه، سعر الدمغه عليه كام وسعر المصنعيه عليه كام، وكمان بتقدر توصل من خلالهم للفروع بتاعتهم او الموزعين بتاعتهم في المحافظه بتاعتك او المنطقه بتاعتك. هتعمل العملية دي مع شركتين أو ثلاثة، فبالتالي في النهاية هتقدر توصل من خلالهم لأسعار المصنعية الأفضل إيه أو الأرخص إيه، وكمان نسبة الاسترداد من كل شركة بتوصل لكام عند عملية إعادة البيع. فبالتالي بناء على عملية البحث أو المقارنة بين شركة أو اثنين أو ثلاثة هتقدر توصل للمصنعيات الأرخص ونسبة الاسترداد الأعلى. في مصر مثلا في شركات كبيرة وكثيرة، عندنا مثلا بي تي سي، عندنا سويس جولد، عندنا ايجيبت جولد، وعندنا سليمة جولد، عندنا شركات كتيرة تقدر تختار منهم الأفضل. أخيرا بقى أضمن إزاي إن أنا بعد ما اشتري سبيكة للاستثمار لما اروح ابيعها بعد اي فترة زمنية المكان اللي انا اشتريت منه هيرضى يشتري مني السبيكة مرة تانية؟ يمكن المشكلة دي ظهرت بشكل كبير جدا لما سعر الذهب وصل لمستويات عالية جدا ولما عدى ال 2000 دولار، في ناس حققت مكاسب كبيرة جدا ومميزة راحوا لنفس المحلات اللي اشتروا منها. كان الاجابة في حاجتين، اول اجابة
انا ما عنديش سيوله، وده طبعا بعض التجار مش كل التجار، في ناس باعت من غير اي مشاكل، لكن بعض واجه مشاكل. التاجر بيقول لهم انا مش معايا سيوله، وتاجر تاني بيقول لهم السيوله قليله، طب ممكن اشتري منكم بسعر اقل من السعر اللي موجود في السوق. انا اضمن ازاي ان انا ما اتعرضش لحاجه زي دي؟ ده تقدر تعمله من خلال حاجتين. اول حاجه، وقت ما تروح تشتري سبيكه من تاجر او من صايغ، ان انت تكون واثق فيه. واثق فيه يعني انت تعاملت معاه اكتر من مره من فترات زمنيه طويله، مفيش اي مشاكل، فبالتالي في عنصر الثقه والامان، فلما تروح تبيع له مره تانية مش هتواجه اي مشاكل معاه. لو انت ما عندكش التاجر ده او انت مقلق، يبقى الحل التاني ان انت تروح تشتري سبائك الشركات. ليه؟ لان سبائك الشركات هي عندها سيستم ونظام واضح ومحدد، انت بتشتري بسعر مصنعيه وسعر محدد، فبالتالي بيقابلوا سعر برضه محدد في نسبة الاسترداد، فبالتالي العملية كلها بتكون واضحة، وما فيش أي شركة هتضحي بسمعتها أو تعمل مشاكل مع العملاء، لأن كل الشركات دي هدفها الانتشار ومزيد من البيع، فبالتالي هدفها هو إرضاء العملاء والمحافظة على سمعة طيبة في السوق علشان تقدر تنتشر بشكل أفضل. فبالتالي الأفضل أنت تتعامل معهم، نسبة العمولة والمصنعية عندهم بتكون مرتفعة شوية، لكن عنصر الأمان والراحة بالنسبة لك هيكون موجود معاك من خلال الاستثمار مع سبائك الشركات. وطبعا اهم حاجه ان انت ما تفتحش الغلاف بتاع السبيكه، لان انت لو فتحت غلاف السبيكه بيتم حساب المصنعيه بشكل اقل من النسبه المحدده. بعد بقى ما تابعنا مع بعض الحلقه، قولوا لنا ايه رايكم في الاستثمار في الذهب من خلال السبائك، شاركونا بارائكم في التعليقات. لو عجبتك الحلقه شير، خلي الفايده تعم، ولو انت بتتابعنا على يوتيوب دوس لايك واشترك في القناه، وكمان فعل جرس التنبيهات علشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول، وما تنسوش كمان تشوفوا كل فيديوهاتنا اللي فاتت.